السلام عليكم ورحمة الله، وأهلا بكم مشاهدينا الكرام لاستعراض أبرز ما جاء في طيات الصحافة المحلية لمملكة البحرين لهذا اليوم الخميس الموافق للثامن عشر من شهر يونيو لعام 2020. على الله توكلنا مشاهدينا، ونبدأ مع صحيفة الوطن والتي عنونت: أمر ملكي بتعيين أعضاء باستشارية مجلس التعاون، وزير الصناعة رئيسا لتنفيذ العربية للسياحة، السلمان شراء الدواء الروسي لعلاج كورونا. ونتحول إلى عناوين صحيفة الأيام والتي نشرت: ناصر بن حمد يوجه بدعم الغارمين ممن صادرت بحقهم أحكام قضائية. في المؤتمر الصحفي لفريق التصدي لفيروس كورونا، انتشار متسارع للفيروس بين المواطنين. النواب بحث إطلاق حزمة جديدة مع الحكومة اليوم. التخطيط العمراني يرفع عشرات الدعاوى لفرز العقارات. ومع صحيفة البلاد والتي نشرت: سمو رئيس الوزراء رعاه الله أوجد حالة من الفرحة الغامرة في أوساطنا. الأطباء: جائزة سموه حافز لتطوير الأبحاث. 2700 نزيل إجمالي المستفيدين من العقوبات البديلة. وإلى صحيفة أخبار الخليج والتي بيّنت: الفريق الوطني جاهزون للتعامل مع 10,000 حالة في يوم واحد. بابكو تؤكد التزامها بالموظف البحريني وعدم التفريط في نسبة البحرنة. إلى الملف الأبرز لصحافة هذا اليوم، وهو الجهود الحثيثة لمكافحة فيروس كورونا، حيث نقرأ من صحيفة أخبار الخليج أن وزيرة الصحة فائقة الصالح شاركت في الاجتماع الاستثنائي الثالث للجنة وزراء الصحة بدول مجلس التعاون الخليجي، وذلك لمناقشة مستجدات فيروس كورونا. هذا وناقش الاجتماع موضوع الدليل الخليجي لخطط الاستعداد والاستجابة للأوبئة والجوائح. نشرت صحيفة الوطن أن وكيل وزارة الصحة الدكتور وليد المانع أكد أن 1718 من الحالات القائمة يتم تطبيق العزل الصحي المنزلي الاختياري عليها، وذلك لعدم ظهور الأعراض عليها والتطابق مع الشروط المحددة لهذا النوع من العزل. نشرت صحيفة أخبار الخليج أن الفريق الوطني للتصدي لفيروس كورونا أكد أن الجاهزية التي تتمتع بها مملكة البحرين تمكنها من التعاطي السريع والصحيح مع 10,000 إصابة في اليوم في ظل تسارع معدل انتشار هذا الفيروس. نشرت صحيفة البلاد مقالا للكاتب عبد علي القسرة بعنوان: دور الصحافة في ملحمة فيروس كورونا. نقرأ ما يلي: في كل أزمة تمر بها البحرين يتبين الموقف الحقيقي لصحافتها، حيث تتضاعف مسؤوليتها الفاعلة والمؤثرة. فالإعلام الجاد والمسؤول قادر على تحمل مسؤوليته الوطنية، وقد كشفت هذه الأزمة حقيقة موقف صحافتنا ودورها الوطني في دعم جهود الدولة والقطاعات المختلفة وخدمة المواطنين. فأصبحت صحافتنا من أهم مرتكزات إدارة مكافحة الكوفيد، والعمل على طمأنة المجتمع لاحتواء التداعيات المترتبة عليه، وتصدت بحزم للشائعات المرتبطة بكل شفافية استنادا إلى المعلومات التي توفرها الجهات الحكومية ونقلها إلى أفراد المجتمع في رسالة واضحة وبسيطة ومفهومة. ستكون الصحافة البحرينية حاضرة دائما في متابعة ما يحدث في البحرين ورصد تطورات أي أزمة. فالصحافة أداة مشاركة وفاعلة في إدارة الأزمات، متحلية بالمسؤولية الوطنية ورسالتها الحضارية والإنسانية والأداء المهني الصادق.
بيّنت صحيفة الوطن أن المقدم طبيب مناف القحطاني استشاري الأمراض المعدية بالمستشفى العسكري عضو الفريق الوطني للتصدي لفيروس كورونا كوفيد-19 أكد بأنه مع زيادة الفحوصات المختبرية ازدادت أعداد المخالطين حتى تم فحص أكثر من 60,000 شخص تم الاشتباه بمخالطتهم لحالات قائمة إلى هذا اليوم. لفتت صحيفة الوطن أن مدير التدريب والتخطيط بالمجلس الأعلى للصحة المقدم طبيب أحمد الأنصاري أكد أن المؤشرات تبين انتشاراً متسارعاً للفيروس بين المواطنين في الآونة الأخيرة. نقلت صحيفة الوطن أن استشارية الأمراض المعدية بمجمع السلماني الطبي الدكتورة جميل السلمان كشفت أن مملكة البحرين بصدد ترتيب الإجراءات لشراء الدواء الروسي لمكافحة فيروس كورونا، مشيرة إلى أن الدواء يصلح للحالات في مراحلها الأولى. نطالع من صحيفة الأيام أن النائب أحمد السلوم رئيس اللجنة المالية والاقتصادية أكد أن الاجتماع الحكومي النيابي الذي سيعقد اليوم سيناقش خطة الحكومة في التصدي لمواجهة جائحة كورونا في ظل استمرارها والخطوات التي سيتم العمل بها خلال الأشهر القادمة. نشرت صحيفة الوطن مقالاً للدكتورة انتصار البناء والذي جاء بعنوان التباعد أسوأ من كورونا، فإلى أبرز ما جاء في هذا المقال. عالمياً فرض فيروس كورونا كوفيد-19 نفسه على البشرية كما لم يفرضه فيروس مثله من قبل. دخلت البشرية في مجموعة إجراءات طبية احترازية لاحتوائه. يشعر كثير من الأشخاص الملتزمين بقوانين التباعد الاجتماعي بظلم شديد، وهم يرون حالات تفشي الفيروس في ازدياد بسبب استهتار الآخرين، فإن ذلك أمر محبط فعلا يدل على أن حالة العزلة التي نعيشها ستطول بسبب هؤلاء المستهترين. مواجهة فيروس سريع تفشي مثل كوفيد-19 تستدعي تنشيف مسببات انتشاره، إما باتباع التوجيهات الصحية الرسمية أو بالدخول في حالة الإغلاق والحظر الكاملين، وهذا ما لم تلجأ إليه مملكة البحرين نتيجة الكفاءة العالية في إجراءات مواجهة الفيروس ونتيجة الثقة بوعي المجتمع البحريني. لكن يبدو أننا بحاجة إلى العودة مرة أخرى إلى شحن بطاريات الوعي التي يبدو أنها تعبت من طول التعايش مع تفشي الفيروس. لفتت صحيفة الأيام أن رئيسة هيئة البحرين للثقافة والآثار الشيخة مي بنت محمد آل خليفة شاركت في المؤتمر الاستثنائي الافتراضي لوزراء الثقافة في الدول الأعضاء بمنظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة إسيسكو، والذي جاء بعنوان استدامة العمل الثقافي في مواجهة الأزمات كوفيد-19. نشرت صحيفة الأيام أن وكيل وزارة الصحة الدكتور وليد المانع كشف في المؤتمر الصحفي للفريق الوطني للتصدي لفيروس كورونا كشف أن هناك دراسة تجرى بين الفريق الطبي الوطني والمعنيين في وزارة المواصلات ومطار البحرين الدولي والناقلة الوطنية لمملكة البحرين طيران الخليج ووزارة الداخلية، وذلك من أجل وضع بروتوكولات تتناسب مع التوجه إلى فتح المطار بشكل عام. بيّنت صحيفة أخبار الخليج أن لجنة الحقوق والحريات العامة أكدت خلال اجتماعها عن بعد أكدت بأهمية التنسيق لعقد فعالية طاولة مستديرة حول واقع سكن العمال وأثره على انتشار جائحة كورونا، ووضع تصور يهدف إلى إلزام أصحاب الأعمال باتباع معايير حقوق الإنسان في الأماكن المخصصة لسكنهم.
لن أرتدي كمامتي، عنوان مقال للكاتب فيصل الشيخ، وقال فيه ما يلي: بلوغ عدد المخالفين منذ بدء تطبيق إلزامية ارتداء الكمامات إلى 4735 مخالفا، وهو عدد لا يفترض أن نصل إليه طالما أننا مجتمع واعي، ما يكشف أن هناك بالفعل تهاونا لدى البعض، لربما نحتاج إلى رفع مبلغ المخالفة حتى يلتزم هؤلاء المتساهلون. والله ليست شجاعة أبدا حينما يقول لك أحدهم لن أرتدي الكمامة، لست خائفا من كورونا، في وقت تحاول فيه الدولة أن تستعيد عديدا من جوانب الحياة الاعتيادية، فإن هذه النماذج من اللامبالاة وعدم الاكتراث من قبل البعض إنما هي عوائق تعطل أي توجهات لإعادة النمط السابق في أسرع وقت، وكذلك هي عوائق تعرقل حتى عمليات التعافي الاقتصادي والتجاري. إلى الأخبار المنوعة من صحف مملكة البحرين لهذا الصباح، ونقرأ من صحيفة الأيام أن سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الإنسانية وشؤون الشباب، مستشار الأمن الوطني، رئيس مجلس أمناء المؤسسة الملكية للأعمال الإنسانية، أصدر توجيهات سموه الكريمة للجنة التنسيق والمتابعة لحملة فن خير لدعم الغارمين ممن صدرت بحقهم أحكام قضائية من المعسرين والمتعثرين، وذلك بالتعاون مع وزارة الداخلية ووزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف. ومن صحيفة البلاد نقرأ أن وزير الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني المهندس عصام خلف كشف عن إنجاز 80% من مشروع تطوير حديقة المحرق الكبرى، وذلك تمهيدا لافتتاحها في النصف الثاني من العام الجاري. ومن صحيفة الوطن نطالع أن وزير الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني المهندس عصام خلف أعلن السماح فورا لكافة البحرينيين الذين لديهم تراخيص صيد بحري والمعروفة ببحار غير متفرغ بممارسة الصيد وفقا للضوابط والأنظمة المعمول بها في هذا الخصوص. نطالع من صحيفة الوطن أن الشيخ محمد بن دعيج آل خليفة رئيس اللجنة البارالمبية البحرينية أعلن عن فوز مملكة البحرين باستضافة دورة الألعاب الآسيوية البارالمبية للشباب، والتي ستقام في شهر ديسمبر لعام 2021، حيث تعتبر هذه الاستضافة الأولى لهذا الحدث الرياضي الكبير. نطالع من صحيفة البلاد أن رئيسة المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان ماريا خوري قالت بأن عدد المستفيدين من قانون العقوبات البديلة بلغ 2700 نزيل من الجنسين، موضحة أن هذا العدد ساهم بتخفيف الاكتظاظ بالسجون خاصة بهذه الفترة الاستثنائية. علمت صحيفة الأيام أن هيئة التخطيط والتطوير العمراني قامت برفع عشرات الدعاوى القضائية على عدد من الأحكام الصادرة بشأن فرز العقارات وتنظيمها وفق معايير محددة. لفتت صحيفة أخبار الخليج أن الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية أعلنت عن استئناف امتحانات مزاولي المهن الصحية في مملكة البحرين، وذلك ابتداء من يوم السبت المقبل الموافق 20 من شهر يونيو الجاري.
يبدو أن سلسلة الدراسات للأحداث التاريخية للأسرة الحاكمة في قطر تنتهي عند تميم بن حمد، حيث نشرت صحيفة الأيام دراسة أمريكية أعدها الكاتب سيمون هندرسون حملت اسم قطر بدون تميم، وأشارت إلى احتمالية إزاحة الحاكم الحالي لقطر الأمير تميم بن حمد من قبل من وصفتهم بالمنافسين المهمشين تاريخياً أو قيادات قطرية لها قبول لدى عواصم خليجية وعربية كانت قد اتخذت منذ العام 2017 موقف مقاطعة الدوحة على خلفية استمرار نظام قطر بالتدخل في الشؤون الداخلية لهذه الدول ودعم جماعات إرهابية. وبعنوان قطر وتاريخ من المكائد والدسائس نقرأ مقالا لبدر عبد الملك من صحيفة الأيام. بدأت مسيرة حياكة الدسائس وارتداء الأقنعة أمام دول مجلس التعاون فيما الحية تنفث سمومها في الخفاء دون الاعتبار لاتفاقات اللجوء إلى التحكيم داخل منظومة مجلس التعاون، كما حدث عام 1987 حيث اتفق طرفان البحرين وقطر بشكل مبدئي على صيغة مبادئ كإطار للحل اقترحته السعودية يؤسس على نقطة مركزية. إذا لم تنجح المفاوضات بين الطرفين للتوصل إلى اتفاقية مرضية وشاملة لتسوية الخلاف وبصورة نهائية، يقومان عندها بإجراء مفاوضات لاحقة لتقرير أفضل السبل للوصول إلى تسوية عن طريق القانون الدولي. هذا التدرج والمرونة الدبلوماسية لا تنسجم مع مزاج حكومة متقلبة ثعبانية تدرك أن الأوراق المستعملة والوثائق المزورة معرضة للفضيحة. هكذا وجدت قطر نفسها في ورطة التزوير المكشوف. وإلى فن الكاريكاتير من صحيفة البلاد. وبفن الكاريكاتير مشاهدين نكون قد وصلنا إلى ختام برنامج صحافتكم لهذا اليوم، شكرا لكم على طيب المتابعة وإلى اللقاء.